للحديث عن التطورات العسكرية والسياسية في أوكرانيا معنا من إسطنبول الخبير والمحلل العسكري العقيد حاتم الراوي. سيادة العقيد، بداية مرحبا بكم. إلى أي مدى ترى أن روسيا جادة فعلا أو صادقة فعلا بالهدنة التي أعلنتها؟ سلامي لك أستاذي الكريم وللسادة مشاهدي قناتكم المفضلة. الحقيقة لو كانت روسيا جادة بمثل هذه الهدنة لطلبتها قبل رأس السنة، لكننا لاحظنا أنها يعني مع عياد رأس السنة كثفت القصف وبالغت حتى بتكثيفه، والآن يعني تأتي الهدنة وكأنها أمر تفرضها الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة الكاثوليكية التي أليست هي نفسها التي تشجع الحرب على أوكرانيا، فكيف يعني تعتبر نفسها وكأنها طرفا وسط وكأنها هي الآمر للكل؟ لذلك الهدنة كانت يعني موضع استفزاز أكثر ما هي يعني موضع حسنية، والرد الأوكراني من قبل الرئيس الأوكراني زيلنسكي كان ردا مناسبا جدا عند رفض هذه. لماذا استهدفت القوات الروسية مدينة بخموت الأوكرانية تحديدا؟ بالنسبة للروس نحن قلنا أنهم سحبوا من الاشتباكات الأرضية لأنهم وجدوا أن الجيش الروسي غير جاهز لتقديم أي أداء على الأرض، يعني كان أداؤهم سيء جدا ولا يتناسب مع سمعة الاتحاد الروسي أو الاتحاد السوفيتي سابقا. لذلك وقالها وزير الدفاع الروسي أن سحبنا جنودنا حفاظا على حياتهم، لأنه فعلا هو لم يسحبهم، هم هربوا، ورأيناهم على شاشات التلفاز كيف تركوا أسلحة المحرب. وأما بالنسبة لاستهداف مدينة بعينها في هذا التوقيت، فبشكل عام روسيا سحبت جيشها وابتعدت قليلا عن الاحتكاك قدر الإمكان وبدأت تمارس الحرب عن بعد. لذلك نحن قلنا أن الحرب ستأخذ طابع القصف الروسي عن بعد، وأوكرانيا سوف تستنزف الاتحاد السوفيتي حيث أنها استحضرت بمنظومة الباتريوت المضادة للصواريخ وللطيران. والآن يعني أمريكا أعلنت أنها توصلت إلى منظومة لاصطياد طائرات المسيرة، لذلك ستأخذ الحرب هذا الطابع. طيب أستاذ حاتم، بعض المحللين العسكريين يرون أن روسيا دائما غير جادة بجهود إحلال السلام، يا ترى ما هي الأهداف التي تجعل روسيا تصر على تحقيقها متغاضية جهود إحلال السلام؟ الأهداف العسكرية، الأهداف الاستراتيجية، ما الهدف الرئيس الذي يجعل هذه الحرب مستعرة ويجعل الروس مصرين على عدم الجدية بالوصول لحل سلمي؟ أستاذ الكريم، بالنسبة لروسيا، روسيا أو الاتحاد الروسي هو ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم. نعم. وفي تجربته في أوكرانيا، أو أقول يعني لأكون أكثر دقة، بتورطه في بالغوص في المستنقع الأوكراني، بانت سوءة السلاح الروسي وبان عدم أدائه، يعني عدم القدرة على الأداء بما يتناسب مع هكذا حرب أمام دولة يعني تعتبر صغيرة قياسا بروسيا من كل المقاييس، يعني بالميزان العسكري روسيا تعادل 8 مرات القوة الأوكرانية، ومع ذلك انهزمت في مناطق وفشلت في مناطق وانسحبت من مناطق. لذلك روسيا فقدت مسألة يعني بيع السلاح للعالم، يعني حتى الجزائر الآن تقول وقعنا بمصيبة لأننا اشترينا من روسيا دبابات 72 والتي يفجرها عسكري بصاروخ صغير محمول على الكتف. لذلك بوتين يحاول قدر الإمكان أن يعيد
لروسيا أو للاتحاد الروسي يعني هيبته بأنظار العالم. ولن يعني وأصلا بوتين حتى لو أراد أن ينسحب لن تدعه، لا أمريكا ولا أوروبا ستضع كل العثرات أمام انسحابه أو ميله إلى السلام إلى أن يرهق تماما. يعني أنا أذهب أكثر من ذلك، يعني عندما أقول أن الاتحاد الروسي سيخرج به من أوكرانيا ويكون خروج الاتحاد طيب. السوفيتي هنا أستاذ السلام. هنا أستاذ حاتم، على الطرف الآخر خروج الاتحاد الروسي من أوكرانيا، على الطرف المقابل يعني كيف تقيم يعني القوات الأوكرانية؟ هل هي قادرة فعلا على استعادة الأراضي وقلب موازين المعركة مثلما صرح زيلينسكي أم ماذا؟ كيف تقيم هذه القوات من الناحية العسكرية؟ أنا يعني لا أرى أن بالرغم من كل العناد والجسارة والجرأة والثبات الذي قدمه المقاتل الأوكراني وأثبت أنه يقاتل بعقيدة عسكرية وقادر على استيعاب الأسلحة الحديثة والتدريب عليها بمدة زمنية قياسية، لكن مع ذلك أنا أقول أن استعادة الأرض لن تأتي قبل يعني أقل يعني تحتاج إلى بحدود عام كامل، العام القادم يعني 23 كاملة بداية 24 ليكون قد أرهقت روسيا تماما. ولم يكن بوتين قد أعد جيشه الذي بدأ يرتب بأموره وبدأ يبني نواقص جيش جديد لأنه ثبت له أن جيشه غير كفو وكان قادر على ذلك. طيب كيف تنظر إلى استمرار إيران بدعم موسكو؟ كيف يؤثر ذلك من الناحية العسكرية؟ والله بالنسبة يعني دعم إيران لموسكو أنا متيقن تماما ومن خلال مراقبة دقيقة أن إيران تورطت من حيث لا تدري. يعني بوتين عندما أدارت الصين ظهرها لمعسكره الشرقي المزعوم أو الذي كان يحلم به وجد نفسه وحيدا، فاستجر إيران إلى أن تكون شريكة معه في العدوان على أوكرانيا. وتلاحظون سيدي الكريم عندما يعني بدأت المسيرات الإيرانية شاهين يوسف 30 يعني تظهر للعالم بأنها إيرانية وتأكد الناس، إيران أنكرت كل هذا الكلام، لكن روسيا من يعني بادرت بمبادرة وأكدت أنها لا هي طائرات إيرانية وقد استوردناها من إيران وسنستورد صواريخ باليستية من إيران. يعني سحبت العمائم من ذقونها إلى حبل المشرقة في مستنقع أوكرانيا. طيب أستاذ حاتم، يعني قبل الحرب الروسية على أوكرانيا كانت الولايات المتحدة تصف إيران بالدولة المارقة، ولا زالت تصفها بالدولة المارقة حتى بعد أن اكتشفت القوات أو اكتشفت واشنطن أن إيران تزود روسيا بطائرات مسيرة. هنا إلى أي مدى ترى أن إيران فعلا أصبحت في مرمى واشنطن، في مرمى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن وصفها الآن بالدولة المارقة هو وصف فعلي؟ إيران كانت تعمل وكلنا كنا نراقب هذا الشيء ونراه تحت الطاولة كأجير لدى إسرائيل وأمريكا، لكن قبل دخول روسيا إلى أوكرانيا يختلف تماما عما بعد دخول روسيا إلى أوكرانيا. إيران وجدت أن دورها في الفوضى الخلاقة التي كانت تسخرها وتوجهها باتجاهها أمريكا وإسرائيل أو بالأحرى أمريكا بالذات، يعني وجدت نفسها أن ليس لها طموحات ولا سقف تحت الطاولة الأمريكية أكثر من هذا العمل. لذلك يعني لمعت الأفكار البوتينية بشرق أوسط جديد ليس شرق أوسط جديد، بمعسكر شرقي يضمم أو يعاد إحياؤه، وستكون إيران فيه بموقعها الجغرافي بخيراتها وبثرواتها وبطاقاتها البشرية هي العنصر المدلل في هذا المعسكر الغربي.
يعني كما يقول اخوتنا العراقيين لاحت برجالها واتخذت متعلم. هنا طبعا فرص التوصل إلى هدنة طبعا يبقى هو في توقعات المحللين العسكريين، ولكن نتساءل من وجهة نظركم من الناحية العسكرية من خلال متابعتكم لما يجري من أحداث، من معارك، من مواقع، من قصف واستهداف وهدنة ما بين فترة وفترة أخرى، يا ترى من الذي سينتصر بالنظر إلى موازين القوى المؤطرة في إطار المعركة بين روسيا وأوكرانيا؟ من الذي سينتصر؟ لا أنصح أوكرانيا بأي شيء من الهدنة، لأن بوتين بدأ يعد جيشا جديدا. الجيش الجديد يحتاج لا إلى يعني إلى على الأقل 3 سنوات ليستطيع أن يدخل المعركة ويستطيع أن يحتك بالعدو وينفذ عمليات قتالية حقيقية. لذلك بوتين الآن أي هدنة يعني هي عبارة عن كسب للوقت إلى حين تدريب جيشه وتطوير الأسلحة الروسية التي ثبت لبوتين أن جميع تقارير القتال التي كانت تصله من القادة المحيطين به وقادة القطاعات الكبار جنرالات الروس كانت كاذبة وكانت عبارة عن أوهام للحفاظ على مراكزهم. ولكن عند الاحتكاك في ساحة المعركة تبين أن الأداء سيء جدا ولا يوجد أي تقنيات أو تطور قد حصل على السلاح الروسي. لذلك أنا أنصح يعني إذا صحت النصيحة أو وصلت أنصح أوكرانيا بأن لا تقبل بأي هدنة لأنه سيستفيد منها بيأزم. من إسطنبول الخبير والمحلل العسكري العقيد حاتم الراوي، شكرا جزيلا لك.